مرحبا بكل متابعينا عبر قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة سيدي بلور. تحية لكل متابعين ديالنا في هذا البث المباشر اللي كنتمنى ان تصلكم بالصوت والصورة. كنشوف اخوان واش الصوت مسموع. الصوت مسموع. تحية للاخوان، تحية لكل المتابعين ديالنا في هذا البث المباشر. الاخوان واش الصوت مسموع؟ الله يخليكم، اللي كان الصوت مسموع اكتبوا في التعليق. مرحبا. دائما في هذا النقل المباشر مباشرة من مدينة سيدي بنور عبر قناة شوف تي في اللي تنقل لكم بالصوت والصورة كل ما هو جديد وكل ما يتعلق بمدينة سيدي بنور، كذلك الحصيلة الوبائية. مساء النور خويا طيبي تجاني. الاخوان واش الصوت مسموع؟ تحية لخويا يونس العطار. كنتمنى ان يكون الصوت مسموع في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في. كما قلنا لكم دائما مباشرة معكم في هذا النقل المباشر والحي لمدينة سيدي بنور. مدينة سيدي بنور اللي عرفات اليوم تسجيل 25 حالة للأسف، كذلك اليوم الحصيلة مرتفعة مدينة سيدي بنور 25 حالة مؤكدة على الصعيد الوطني. بالنسبة للحالات المؤكدة هناك 4412 حالة مؤكدة، حالة شفاء حتى هي مرتفعة اليوم 4538، حالة الوفاة 50 حالة وفاة. بالنسبة لمدينة سيدي بنور 25 حالات. مساء النور اختي نعيمة، مرحبا بنازل كازا ومرحبا بك في مدينة سيدي بنور. كما قلنا لكم تحية لكل المتابعين ديالنا في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور. شكرا لكم. كنعتذروا هذه الايام لان كان المشكل ما عرفناش من اش كان، يعني تا واش من ليزيات او من الميكرو او لا من شي حاجه اخرى. تبدلنا التليفون كامل شونجيناه دابا، كاشي اش كنقول لكم الصوت مسموع. كنتمنى كنقدموا الاعتذار ديالنا لباقي الاخوان اللي كان الصوت ما كيتسمعش مزيان. كما قلنا لكم شنو الراي ديالكم في الاصابات غدا وكترتفع. مدينه سيدي بنور اليوم 25 حاله، 25 حاله مؤكده مدينه سيدي بنور. البارح كانت 45 حاله، يعني للاسف انا مدينه سيدي بنور غدا كتعرف واحد ارتفاع مهول في الحالات الوبائيه. على الصعيد الوطني عرفت تسجيل 4412 حاله، حالات الشفاء قلنا 4538 حاله، ولله الحمد كما كنشوفوا الحالات مرتفعه جدا ديال الشفاء. كذلك الوفيات للاسف هناك 50 حالة وفاة. بمدينة سيدي بنور سجلت 25 حالة، مدينة جديدة 47 حالة مؤكدة. مساء النور خويا أسامة، وتحية الناس ديال سيدي بنور، تحية الناس ديال الجالية المغربية المقيمة في الخارج، تحية لكل المغاربة اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر. نحن دائما نقوم بتغطية شاملة عبر مدينة سيدي بنور. كما دائما كتتابعوا معنا، تحية لكل المتابعين، وتحية كذلك لكل الزملاء بقناة شوف تي في، تحية لجميع المراسلين عبر ربوع المملكة المغربية اللي كيبذلوا مجهودات جبارة من أجل توصيل الخبر
بسرعة وفي وقته بالصوت والصورة. كما نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى. نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى وباء كورونا. اللي كنقول لهم الله يشافيكم والله يشافي جميع المسلمين، كذلك الله يرحم جميع الأموات المسلمين في هذا اليوم هذا. وتحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شو تي في. كما نقلنا لكم اليوم مباشرة من السوق أسبوعي الأجواء ديال السوق، كذلك الوضع الكارثي اللي عليه السوق، اللي السوق اللي كنتمنى أنه ما بغيناش حنا ماشي ضده، أو ما بغيناش يبقى. بالعكس حنا من الناس اللي باغيين السوق أنه يبقى، ولكن بغينا الإصلاح وبغينا التغيير. مدينة سيدي بنور خويا عرفات اليوم تسجيل 25 حالة مؤكدة. مدينة سيدي بنور عرفات كما تنقولوا تسجيل 25 حالة مؤكدة. الله نسأل الله سبحانه وتعالى الله يبعد لنا هذا البلاء، هذا الوباء، هذا الوباء اللي في الحقيقة ولا كيخلع، الوباء اللي دمر الجميع وصبح كيهدد الساكنة البنورية. دائما كما كتبوا معنا نحن مباشرة بالصوت والصورة مباشرة مدينة سيدي بنور على قناة شو تي في من خلال إعطاء الحصيلة الوبائية وكذلك كل المعطيات المتعلقة بمدينة سيدي بنور. كما كتشوفوا هذه هي الأجواء. هذه هي الأجواء بمدينة سيدي بنور. هذه هي الأجواء بمدينة سيدي بنور. الأجواء جميلة ورائعة. تحية لكل المتابعين ديالنا. في هذا النقل المباشر يوميا نأخذكم في هذه الجولة. مدينة سيدي بنور كما قلنا عرفات تسجيل يوم 25 حالة، 25 حالة في مدينة سيدي بنور للأسف الشديد. دائما ومباشرة من شوارع مدينة سيدي بنور كما قلنا كما يصبح انك تعرف حد ارتفاع الحالات للأسف. هذا هو اللي مكناش باغينو. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الجميع يأخذوا احتياطات لازمة ويأخذوا احتياطات احترازية من أجل الحماية من هذا الوباء هذا. الله يبعد علينا والله يبعد علينا كل الشر. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها يبعد علينا هذا الوباء هذا. في الحقيقة اللي أصبحت تخلق الرعب، تخلق الرعب في الساكنة البنورية وكذلك على الصعيد الوطني. كما في مساء النور من تطوان، مساء النور لك من مدينة سيدي بنور. هذه هي بعض الأحياء المدينة اللي سنقول لكم مباشرة بالصوت والصورة هذا البث المباشر
عبر قناة شوف تي في اللي كيما كتتابع معنا الأجواء الجميلة كيما كتشوفوا هنا بمدينة سيدي بن نور. جو رائع بعد سقوط الأمطار، مدينة سيدي بن نور تعيش على أجواء رائعة وأجواء لطيفة اللي تنقلوها لكم يوميا من مدينة سيدي بن نور. يا اخويا مرحبا دائما في هذا البث المباشر من احياء الجميله ومن هذه طريق مراكش المعروفه على الصعيد الوطني. الناس اللي كي يدوزوا من هنا يعني كيعرفوا الطريق انها طريق مراكش. نحن دائما في هذا الجو الرائع والجو الجميل والجو بعد سقوط أمطار الخير لمدينة سيدي بن نور. ها هي الآن كيعود الجو جميل جميل وهادئ كما كتشوفوا. مرحبا بختي نورة من كازا، مرحبا بك ومرحبا بك في سيدي بن نور كما كتشابه معنا. احنا دائما في هذه الأجواء الرائعة والجميلة هنا بمدينة سيدي بن نور اللي دائما تناخذكم بالصوت والصورة هنا في هذه الأجواء الرائعة. إلى هنا نأتي على نهاية البث، لنا بث قريب إن شاء الله. شكرا لكل المتابعين ديالنا.